بعد ما ناقشنا النوعين الاولانيات اللي كانوا باك كونفرتر وبوست كونفرتر، راح نطلع الان على باك بوست كونفرتر. عندي هاي الفولتج سورس، استعمل السويتش هون هون، عندي في اس، هذا هون السويتش. طبعا السويتش راح يكون اي جي بي تي او موسفيت او شيء زي هيك، بس انه سموه كسويتش للتبسيط. راح ناخذ الكونفنشن على الكارنت، والله ثابت سكر الباب. لاحظوا هون الاختلاف، واحد الاختلافات الأساسية من الدايود هون معكوس. احنا بشكل عام لو اطلعنا على الباك بوست كونفرتر في عندنا 3 كومبوننتس عم نغير أماكنهم، دايود وسويتش واندكتر. في حالة الباك كونفرتر حطينا السويتش هون والدايود هون، الاندكتر هون والدايود. حالة البوست كونفرتر عطينا الاندكتر هون والسويتش هون والدايود هون. حالة الباك بوست كونفرتر نحط السويتش هون والاندكتر هون والدايود هون بس معكوس. هلا هذا بعطيني باك بوست كونفرتر بعمل. هلا نفس الاشي هون عندي كاباستر، كاباستر بحفظ الشحنة، بحفظ الاوتبوت فولتج. عندي هون اللود، هم مفترضين ريزيستيف لود. هون عندي في اوت او في اوت كافرج، عندي هون في اس. نفس الشيء راح يكون عندي ديوتي سايكل لهذا السويتش، وراح يكون في له سويتشينج فريكونسي. في فترة الاون لما السويتش يكون مسكر من هون، راح يكون عندي في اندكتر بتساوي تتساوي الحالة هاي، راح تكون هي نفسها في اس. هلا وين سويتش از ان اون اون ستيت، فبصير عندي بعدين هون راح يصير عندي دي اي ال على دي تي مضروب في ال يساوي في اس، فبصير دي اي ال على دي تي يساوي في اس على ال. لانه احنا اون لفتره زمنيه اللي هي حفظ انه هون تي هي البيريود. وبعدين شو سمينا ديوتي سايكل؟ سميناها كابيتال دي ولا سمول دي سي؟ دي سي. فبتكون فتره الاون، فبصير عندي هلا دلتا اي ال على دي تي ديورينج فتره الاون هتساوي الفترة الزمنية تبعت الاون اللي هي تي في دي سي مضروبة في دي اس على ال. هاي اول معادلة اللي هي تبعت الاون. هلا لاحظوا عندي هون لما بفتح هذا السويتش في كرنت ماشي في هذا الاندكتر، لازم الاندكتر هذا يلاقي مسار، هذا المسار غير موجود الان، خلص انتهى لانه هذا السويتش فتح. خلال فترة الاوف الاندكتر اللي هون راح يتحول لسورس وراح يشتغل بهاي الدائره اللي موجوده هون، فراح يعمل سويتشنج اون للدايود. هلا الاشاره راح تنعكس، بس انا راح اتظاهر اني ما بعرف انه الاشاره راح تنعكس، راح اضل شغال على لانه لاحظوا حتى يمر كرنت من هون شو بدها تصير الفولتج هون؟ بده يصير نيجاتيف بالنسبه لفي اوت، مش هيك؟ بس انا هلا راح اكمل وراح تطلع معي الاشاره من الحسابات، يا بعمل هيك يا يعني يا اما بفترض من البدايه انه انا عارف انه الاشاره بتنعكس، او اني بخلي الكونفنشن الاصلي اللي موجود. فبصير عندي الان بالحاله هاي بحاله الاوف ستيت، لما السويتش يكون بالاوف ستيت بصير عندي في ال اوف تي بدها تساوي في اوت. مضبوط، ما لعبتش ما غيرتش شيء بالاشاره، انا حطيتهم هلا هم زي ما هم، بعدين الاشاره رح تطلع معي بعدين. فبصير عندي نفس الطريقه الان، ال دي اي ال على دي تي بتساوي في اوت، فبصير عندي دي اي ال على دي تي يساوي في اوت على ال. والفتره الزمنيه هون راح تكون تي في واحد ماينس دي سي، فبصير عندي دلتا اي ال او التغير في اي ال لفتره الاوف بيساوي في اوت على ال،
مطلوب في كابيتال تي في 1 ماينس في 1 ماينس تي سي. هلا واحد من هذول راح يكون سالب واحد موجب، لازم يكون هيك لانه at steady state conditions under steady state conditions delta I L of T during on زائد delta I L of T during off يساوي zero. أو بإمكانك تنقل واحدة منهم على الجهة الثانية، فبنيجي بنقول إنه delta I L of T فترة ال on بده يساوي minus delta I L of T during فترة ال off. مجموع التنين هذول، فحتى إشي من هون يساوي هذا لازم واحد من هذول يكون سالب، مش هيك؟ أو منطقا هون إذا طلعنا هون عمالنا بنقول في زيادة وفي نقصان under steady state conditions، اللي زاد راح يرد ينزل، هذا بس under steady state conditions، under transient conditions مش صحيح. أوكي ماشي واضح الكل فاهم؟ لما نشغل هذا من البداية شو راح يكون الـ output voltage، الـ initial value تبع الـ output voltage؟ zero. إيش راح يكون الـ current اللي في الاندكتر initially؟ زيرو. إذا في البداية under non-steady state conditions ما راح يكون التغير خلال فترة الـ on مساوي للتغير خلال فترة الـ off أو معاكس للإشارة من هون، راح يكون اختلاف لحد ما أوصل الـ steady state conditions من هون. وصولي للـ steady state conditions بيعتمد على الـ time constant اللي بحدده أو الـ time constants، لأنه هذا second order system اللي بحدده بشكل رئيسي مين؟ مين اللي بحدد الـ time constant أو الـ dynamic response تبع هاي الدائرة؟ C و L وفي R طبعاً راح تدخل R كمان بالهاي. إذا هون هلا إذا حطينا هذول عوضنا بالمعادلة هاي، هاي فرضنا هاي سميناها واحد، هاي راح نسميها المعادلة رقم اثنين، وهاي المعادلة المهمة اللي هي ثلاثة اللي هي صحيحة فقط under steady state condition. إذا راح يصير عندي الآن VS على L في capital T DC زائد V out على L في T في واحد minus DC تساوي زيرو. L أضرب الكل في L فأقسم الكل على T بصير عندي VS TD. هلا بنقل هذه للجهة التالية تصير minus V out في واحد minus DC، فبصير عندي V out بساوي minus VS في DC على واحد minus DC. هلا نسمي هذه أربعة من هون، وهاي هي المعادلة المهمة. شو بتقول لي هاي المعادلة؟ فيها أكثر من شغلة مهمة. أول شيء إيش بنلاحظ عندي؟ الإشارة، والإشارة common sense لأنه شوفوا شو عم بيصير. عم بيجي عندي هون عم بنقل طاقة من البطارية وبخزنها ككرنت في الاندكتر. لما بفتح السويتش هاي الطاقة بدها تنتقل أو جزء من هاي الطاقة بنتقل من هون لهون. الطريقة الوحيدة حتى هاي تنتقل هي بهذا الاتجاه. طبعا رح تسالني ليش ما حطيتش الدايود بعكس الاتجاه؟ اذا من هون كان ما بتشتغلش الدايود، بتشتغلش كباك بوست كونفرتر. اوكي ما بزبطش لها، فحطينا الدايود احنا بهذا الاتجاه. هلا هذا رح يكمل بهذا الشكل. مزبوط الكل واضح ليش رح يكمل بهذا الشكل؟ شو كان اتجاه التيار اللي ماشي فيه في البدايه في فتره الاون؟ هيك مزبوط. تخزن فيه طاقه، شو كان يشتغل بهاي الفتره؟ كلود ولا كسورس؟ كلود. كلود وعم بيعبي وعم بيزيد الكرنت فيه، مش هيك؟ هاي فتره الاون عم بيزيد الكرنت فيه، عم باخذ طاقه من الهاي. شو كان السلوب على فكره تبعه هون؟ بوزيتيف وكونستانت. مزبوط، لانه انا حاطط فولتج سورس، اذا اهملت الانترنال ريزيستنس والانترنال ريزيستنس او الانترنال امبيدنس عم بيزيد بخط مستقيم الكرنت من هون. لما فتحت هذا السويتش هذا لازم يكون في مسار للكرنت يمر. الطريقة الوحيدة انه يتكون راح يتكون فولتج هون كسورس، الفولتج راح تكون اشارته معكوسة. مزبوط، ايش هو كلود وين راح تكون اشارته بوزيتيف؟ الفولتج راح تكون بلس ماينس، مش هيك؟ كسورس راح ينعكس يصير بلس هون وماينس هون، راح يولد لي فولتج مكافي يتغلب على في اوت وعلى الفورورد فولتج تبع الدايود، مش هيك؟ بتسالوني دائما انتم عن الايديال. مزبوط، هذا لو كان نون ايديال في له 0.7 فولت، فالفولتج راح يتكون هون بده يكون مساوي ل V out هون، بس V out هون راح يصير نيجاتيف. اوكي؟ إذا مررت كرنت في كاباسيتر بهذا الاتجاه وين راح يصير الشحنة الموجودة؟ هون، مش هيك؟ وهون الشحنة السالبة، فلازم out. هذا بيفسر الماينس اللي موجود هون، هذا أول شيء. ثاني شيء، نعم. مشاريعنا ما راح نعتبره ايديال، صح؟
بامكانك تعمل الحسابات، تدخل الفي اوت، بتدخل. هلا في كثير اشياء احنا اعتبرناها، شو الاشياء نراجع نذكر حالنا، شو الايديال كونديشنز اللي فرضناها احنا هون بشكل عام في الباك والبوست والباك بوست كونفرتر. اول شيء سويتش ما في على السويتش ايديال، تمام. اوكي ايش كمان؟ الاندكتر ما له انترنال ريزيستنس، في حين في الواقع انتبهوا كل مشاريعكم له ريزيستنس، ما انت جبت سلك ولفيته ما تقدر. اوكي السورس ايديال كمان في شيء مهم افترضناه، الدايت انه كمان ايديال، واخيرا الكاباستر افترضناه انه هيوج ضخم لدرجه انه كانه تانك هائل، ولذلك ما بتغير، مفترض احنا ما بتغير الفولتج عليه. هلا راح افرجيكم بالسمبل سيستمز راح تشوفوا في عليه ريبل، وان كان الريبل صغير وكانت تعمل حسابات الريبل من هون. اوكي هاي كل الحسابات اخذناها بعين الاعتبار من هون، اذا اعطاني هذا. هلا هون الشيء الثاني المهم، هذا قديش اقل قيمه ممكنه له؟ قديش اول شيء دي سي؟ نذكر حالنا دي سي بتراوح بين قديش وقديش؟ بين 0 و1، تمام. اوكي اذا هذا ممكن يكون من 0 ل 1، 1 ناقص شيء من 0 ل 1 شو بعطيني؟ شيء اقل من 1، تمام. نفس الشيء 1 ناقص شيء من 0 ل 1 راح يعطيني شيء من 0 ل 1 او من 1 ل 0 اذا بدك تفكر فيها بالعكس، مش هيك؟ اذا هذا ممكن يكون قيمته 1 اذا كان الديوتي سايكل 0، ممكن تكون قيمته 0 اذا الديوتي سايكل 1، مزبوط؟ اذا الديوتي سايكل اقل من نص، هاي راح تكون اقل من نص وهاي راح تكون اكبر من نص، مش هيك؟ اذا هاي القيمه قديش راح تصير؟ اذا عندي افترض هلا دي سي، خلينا مثلا اكزامبل، لا تخلي دي سي بتساوي 0.4، اذا 1 ماينس دي سي شو بتساوي؟ 0.6. 0.4 على 0.6 بعطيني رقم اقل من 1، اذا بيشتغل كايش بالحاله هاي؟ إذا 0.4 على 0.6 هي عوض 0.4 على 0.6، فالأوتبوت فولتج شو بيساوي؟ بيساوي 0.4 على 0.6 من الانبوت فولتج، مش هيك؟ مش أنا حاطها مظبوط؟ ثلثين، إذا الأوتبوت ثلثين، انسى الإشارة هلا، بس كماجنتيود الأوتبوت راح يكون، إذا ايش راح يكون؟ باك ولا بوست؟ إذا دي سي أقل من 0.5، وطبعا هي أكثر من زيرو لازم تكون، ايش بيشتغل؟ كباك كونفرتر. طيب نحط بي سي هلا 0.7 مثلا، لو حطينا 0.7 شو بيصير؟ 0.7 على 0.3، 0.7 على 0.3 تقريبا 2 وشيء، مش هيك؟ 2 وثلث، إذا ايش تحول؟ طبعا ما بصيرش أحط، إذا حطيت دي سي 0 المشكلة بصير عندي 0 على بصير 1، عفوا إذا حطيته 1 بصير 1 على 1 ناقص 0 انفينيتي، ما لهاش معنى هاي الكومبوننتس اصلا، هي رح يبين انها مش ايديال من هون. فهذا استطعت اني اشغله كباك وبوست كونفرتر، هذا له ادفانتج لانه انا مرات احيانا ما بعرف، هذا مثلا بكون بيتغير باستمرار، لو في اس بتغير باستمرار وانا بدي اجيب قيمه حوالين في اس، فمرات بدي اشغله كباك ومرات بدي اشغله كبوست، فشو بصير اعمل؟ بصير اغير دي سي اوتوماتيكا. لكن لو انا باني من البدايه كباك ونقصت قيمة في اس، ما بقدرش اشغله كبوست، ما بقدر اغير تركيبة الدائرة. هون كل اللي بغيره حتى اغير تركيبة الدائرة وعملها هو دي سي. اذا هذه الفكرة الثالثة من هون اللي هي الباك بوست.